البلد ممدوح الكواليني مراسلنا في الاسكندريه. مساء الفل يا دوحه. مساء الخير استاذ عبد الناصر زيدان، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي برنامج كره بلدنا وكل مشاهدي قناه LTC، وتحياتي للكابتن نجم مصر الكابتن جمال جوده، وتحياتي للناقد الرياضي المحترم الكابتن خالد طلعت. قبل ما ابدا مع حضرتك اخبار نادي الاتحاد السكندري ونادي سموحه، طبعا النهارده كان في انتقال لاعب فاركو مواليد 97 محمد سيد مخلوف مدافع الفريق الى الزمالك مقابل 1,400,000 جنيه. اداره فاركو ارسلت الاستغناء الخاص باللاعب الى نادي الزمالك، واللاعب وقع للزمالك عقد مدته 5 مواسم. تمام. ابراهيم عبد الخالق لاعب نادي الاسماعيلي تم اعارته لنادي حرس الحدود لمده عام. هنروح لاخبار نادي الاتحاد السكندري. طبعا نادي الاتحاد السكندري واصل استعداداته لمسابقه الدوري العام بسلسلة من مباريات الودية، كان آخرها اليوم أمام بتروجيت بالملعب الفرعي باستاد برج العرب، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. ولكن بتروجيت في النهاية قبل النهاية ب5 دقائق انسحب من المباراة عقب تعادل فريق الاتحاد السكندري بهدف خالد قمر، واعترض الكابتن طارق يحيى على الهدف وانسحب من هذه المباراة. كابتن محمد عمر المدير والنبي، امال في المباريات الرسمية هيعملوا ايه والنبي؟ حاجة غريبة والله. ده كلام يا كابتن جمال. عايز اقول لحضرتك عن هذه المباراة، عايزين نخلص منها. اتفضل. عايز اقول لحضرتك عن هذه المباراة، مباراة بتروجيت يمكن ما تلعبش منها حوالي 20 دقيقة تلت ساعة كورة، وكل اللعيبه طبعا كان في مضيعه للوقت لان بتروجيت نتائجه في المباريات الوديه كانت سيئه للغايه. وطبعا الكابتن طارق يحيى كان عايز يحافظ على الفوز، لكن خالد قمر احرز هدف نادي الاتحاد السكندري فاعترض على الهدف وانسحب من هذه المباراه. بعد المباراه كابتن محمد عمر المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قال انا راضي عن اداء الفريق خلال المباريات الوديه السابقه، واكد ان الاعداد البدني والفني كان على اكمل وجه، والذي امل قبل انطلاق مسابقه الدوري العام. ورغم مباريات الاتحاد الخمس الاولى انها صعبه، لكن هو سيخوض مباراه اخيره امام انبي يوم 23 قبل بدء الدوري العام. هنروح سريعا لاخبار سموحه. سموحه النهارده تعادل وديه من امام جمهوريه شبين احد فرق المجموعه الثالثه للممتاز، احد فرق المجموعه الثانيه للممتاز به، تعادل بهدف لكل فريق. وعقب المباراة أكد كابتن علي ماهر أن المباراة الودية مش الحكم على النتائج الرسمية، هي الحكم على المدرب، وأكد أن انتظر سموحة في المربع الذهبي والمربع الذهبي في الدوري العام، وقال أنه لديه فريق قوي وإن شاء الله هيكون في المربع الذهبي. طبعا كان في أزمة بسبب موضوع عبد الله بكري، وزي ما أرسلت لحضرتك واتكلمنا في الموضوع ده أول أمس في البرنامج كرة بلدنا، يمكن الأستاذ محمد أحمد المسيري رئيس نادي نبروه أكد رفضه للخطاب اللي أرسلته نادي سموحة بالأمس بتحديد مبلغ 75,000 دولار اللي هو نسبة بيع اللاعب عبد الله بكري 30% من وجهة نظر إدارة نادي سموحة. لكن الأستاذ أحمد المسيري أكد إن النسبة اللي هو هيحصل عليها من نسبة بيع عبد الله بكري 600,000 دولار 30%، وأكد إن المستندات اللي هي اتعرضت في برنامج كورة بلدنا مستندات سليمة، وإن هو حاططها في حافظة المستندات في الشكوى اللي قدمها للاتحاد المصري لكرة القدم، وأكد بأحقيته للمبلغ 600,000 دولار ومش هيسيب حقه لنادي سموحة، وأكد أن هذا المبلغ هو نسبة 30% من بيع عبد الله بكري. شكرا جزيلا المحترم ممدوح الكواليني الدراويش صنب الكرة المصرية ومراسلنا في الإسماعيلية ضمن جولتنا في أخبار أندية